لا يا النعمة يا عم جميل، كنت اعرف. بص يا عم السيد، هو المخرج قال لي اعمل كده انا عملت كده، قال لي اعمل كده انا عملت كده، ركب ده على ده طلع بالشكل ده، يبقى انا ليه ذنب في كل ده؟ يا عم سيد انا اتفضحت على كل الفضائيات، الناس ما بتعايرني يا اخي. خلاص بقى غدا، قلت لك انا محقوق لك. بعدين من الاخر كده مين اللي بات معاها في اوضه النوم، انا ولا انت؟ انا. عملت ايه؟ ايه؟ قصدي يعني مش انت اللي دخلت عليها؟ ما صدقتش بقى شغل التلفزيون ده؟ يا عم سيد بطل كلامها بقى، اما انك حلقه صحيح. انتوا مش رديتوا بحكم المعلم سيد. سيبوه يقولوا بقى. صلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. ابراهيم غلط من غير ما يقصد. وتحقق لك يا عم جميل، وانت لميت اهلك وناسك وضربتوه تبقوا خالصين. ثانيا يا معلم سيد، هي كده صافيه لبن؟ اولا بقى فين حقنا والاستاذ زين؟ حقكم يا اخويا، هو انا قلت لي فوق النخله عمل لي فيها بلحه، وانت عملت لي فيها فجر الاسلام، وانا بقى اللي خدت الطريحه كلها، والقطنه ما بتكدبش. اهي ما تشعلهاش يا عرابي، ما تشعلهاش منها ببعضها وخلصت. المكان ده بتاعكم يا حاجه؟ ايوه يا ابني. خير في ايه؟ انتوا بتشغلوا الخطوط تجاري وده بيخالف عقد الشركه معاكم. توشكا قوم فيست، شوف الناس دي عايزه ايه. الشركه يعني عامله لكم محضر في الاسم ده، غير انكم شغالين بتسعيره خاصه بتضر الشركه، وكمان متاخرين على سداد فواتير بخطوط باسم ربح مجاهد وهبه عوض الله. ما سدد الفواتير يا توشكا. فواتير يا امه بس سعدي بالله. دلوقتي الباشمهندس عارف انكم جايين. باشمهندس مين؟ الباشمهندس نجيب شريكي. نجيب مين؟ دلوقتي الخطوط دي مش باسم انا، انتوا عايزين مني انا ايه؟ بس البترين تكال مستخدماه موجود على البترين. احنا هناخد اقوالك في المحضر وتمدن عليه. مش هروح الاسم. لا اسم ولا نقطه، اما المحضر يروح نيابه يبقى هم يتصرفوا. طب ما يجي معانا على الاسم واقواله تتاخد هناك. انت شؤون قانونيه في شركتكم بس، مش هتعلمنا شغلنا. والله انت راجل زي العسل. مش هيبتدوا هم، مش عايزين يدفعوا. يدفعوا ان شاء الله، ده الدائر الخنزير لما ياخد عجل. ما يدفعوش ليه يا عم الحاج؟ هم مش قاعدين على كراسي وشغلنا؟ الكرسي ب 10 جنيه. بأمرت الكرسي ب 10 جنيه في استاد وان بيدون؟ عشان بدفع اشتراك قد كده، هجيبه منين؟ ما بس 10 جنيه كتير قوي يا حاج فطار، حرام عليك، الناس تدفع منين؟ بقول لك ايه، جو البرلمان الصغير ده مش هياكل معايا، اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه ما يتفرجش. ما يتفرجش ازاي يعني؟ دي الناس روحها في الكوره. ما تولع الناس على الكوره يا اخي، الفلوس لازم ترجع. لا ما كفاكش خرب بيتي في الموبايلات. لا انا حتى شويه الكوره اللي احنا بنتنفسهم هتغلوهم علينا؟ روح قول الكلام ده لصاحب القناه وخليه يلغي الاشتراك. لان احنا هنلاقيها من الحكومه ولا من الغالة ولا من الكوره، يا كانت ناقصه. ما تدفع لهم انت، ما انت بتكسب قد كده من سيره الخطوط. ما تقولش سير، انا مش حرام يا عم. بقول لك ايه، انا كعاطف بتبسط بس كعاطف ما بضربش. ماشي خلاص، ماشي ماشي. انا لما خليت الحاره كلها اتفرج على الكوره ببلاش ما بقاش ابراهيم توشكا. ماشي يا عاطف. يلا زين روح يا عيال هاتوا سلك عشان الوصله الثانيه. مش هتديهم فلوس؟ فلوس ايه يا عم؟ عزيز الكهرباء متبرع بالوصله والجاكات والسلك وكله، ما هو هيجي يتفرج معانا. وروح يا عيال بقى استعجلوا الناس اللي هيجيبوا تلفزيوناتهم، وقولوا لهم كل واحد يجيب معاه كرسي عشان الكراسي هنا مش هتكفي. احلى عريان ويغيظ ويتقمص تقميص. مش خساره الفلوس اللي اشتريت بيها الدش ده؟ لا يا ام مش خساره، وهتشوف زي ما عملنا في الموبايل بالظبط. دي كانت أول مرة تعمل فيها حاجة وتفلح. البركة في الحاج نجيب سويرة الشريكي. على مهلك، على أقل من مهلك. واحدة واحدة وعيالة اوعى نور، واحدة واحدة. وقلنا ما تشيليش حاجة. خد يا ولد، خد ودي تلفزيون تاني، سيبوا العيال بقى تتفرج على الماتش وتفرح. يعني أم ممس يعني الرجولة كلها. امسك، ولو عايزة 20 ابعت اجيبهم لك. مش عايزين يا أختي. ده مش عشان، ده عشان مصر. يا حبيبتي يا مصر. يا مصر يا مصر. أنا مش جايب تلفزيون وجايب كرسي ينفع أتفرج فيه. ينفع يا جدع أنت، ده أنت تتفرج غصب عن أي حد. ولا أنت عريض. بقول لك إيه، هو كل ماتشات البطولة دي هتزحها عندك؟ طبعاً البطولة كلها، أقعد بس أقعد. عايز الكهرباء يستعجل له في المقصورة. والنادي كلكم مجانين، أنت منين أنت واد بتحب الكورة؟ أنا همه ماليش بالكورة. بس ليه في الرجوله والجدعانه؟ ما طول عمر الناس بتتفرج على الكوره ببلاش، ليه بقى يتحكموا فينا؟ هو ده الكلام يا ابراهيم، والماتش عندنا والحد عندنا. اللي انت عامله ده يا توشكا؟ ايه اللي انا عامله؟ ايه؟ ما طول عمرنا متعودين يطلع التلفزيون بره في الماتشات المهمه، ولا ايه؟ بس الدنيا اتغيرت دلوقتي يا توشكا. زمان كانت الكوره ببلاش، دلوقتي في اشتراك بتنايل بدفعه. يعني كل واحد يديك 10 جنيه عشان يتفرج على الماتش، يا اما ما يشوفش الماتش. يا جدع حرام عليك. حرام عليك انت يا اخي. تخسرني وتخسر القناه وتسرق حاجه مش بتاعتك. لا ما تقولش تسرق، الكوره دي ملك الناس كلها. ولا مؤاخذه بقى، الناس اللي داخله بفلوسها عشان تحرم الناس الغلابه انهم يتفرجوا على الماتش، هم اللي حرام عليهم. ما تحللش الحرام يا توشكا. حرام ازاي يعني؟ هو الدش كان موجود في الاسلام؟ ده هتفتي في الكلام في الحرام والحلال يا توشكا. خلينا في اللي احنا فيه. ايه اللي احنا فيه؟ الراجل ده هيتعور بالمشوار اللي انت عامله بره ده يا توشكا، وده لازم يسترزق ويرجع فلوس اللي دافعها. ايه المطلوب مني انا؟ المطلوب منك تلم الحاجه والتلفزيونات اللي بره، خليه يعرف ياكل عيش.
هو من ناحيته هينزل بندرة شوية، بلاش موضوع 10 ده عاطف، 5 كويس. يلا قوم خلص الحاجة دي. لا ما اقدرش ارجع في كلامه قدام الناس، انا اديت كلمة لي يومين مش منجاوب بقية العيال. لا طالما عطل العيال يبقى خلاص. اهو. ماشي يا اخويا اهو، خلي العيال تنفعكم. مستحمل بقى يا عم توشكا اللي هيحصل. يعني انت بتهددني معاك فطاير؟ ماشي خلطوم الطاير رش الملح سبع ماتشات. يا باشا سارق ارسال وعامل تجمع في الشارع. يجي اكثر من 300 بني ادم و20 تلفزيون. ايوه باشا معاك. من استاد حليبه الدولي ننقل لكم الوصف التفصيلي للمباراه، والماتش ده زي ما احنا عارفين بتاع مصر، وكلنا اولاد مصر، ومحدش يقدر يلوي دراع مصر، ولا حد يقدر يلوي دراع اولاد مصر. صلي على النبي. وانتظرونا بين الشوطين مع الاستوديو التحليلي مع كابتن جميل مارادونا. والان ننتقل الى اوضتي عشان نسيت علبه السجاير جوه. اشمعنى الكوره يعني اللي هيبقى لكم امل فيها؟ ما كده كده مغلوبين. ما تسكت يا كابت العالم انت. هلا هو انت يعني لو سكت هيقولوا له ما اتكلمش اهو. اسكت. عاشت مصر. يا ساتر يا رب، هما جايين ياخدوا تشكه تاني ولا ايه؟ ايه دي يما لما نشوف فيه ايه؟ الاجهزه دي بتاعت مين؟ بتاعت انا يا باشا، والماتش ده بتاع مصر والناس دي من شعب مصر. مش عايز كلام كبير على الفاضي، انت بعت ترخيص من المصنفات بالارسال والاجهزه دي؟ لا يا باشا معيش، بس نطلع ان شاء الله. هاتوا الاجهزه دي. محدش هياخد حاجه. بس يا دلول الا عاد المغص على الباشا عيل يعني ما يدركش. سعاده الباشا الاجهزه دي بتاعت الناس دي كلها، والماتش برضو بتاع الناس دي كلها. انزل يلا لحسن اعمل لك جواب اعتقال واحبسك. محدش هياخد ابراهيم توشك. هي الكوره كمان بقت بفلوس؟ والناس دي تجيب فلوس منين؟ هقول لك ايه بس يا حاجه، الارسال ده حق ناس يا امي، وانا كمان عبد المأمور. ربنا يعلي مراتبك وتبقى شويش، خليهم يفرحوا واعتبرهم زي اخواتك. سعاده الباشا عاطف الطاير عايز 10 جنيه على النفر. طب والناس تجيب منين؟ والشرطه في خدمه الشعب، واحنا الشعب. Yeah.